أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، وعجل فرجهم يا كريم. السؤال: هل يجوز تقديم زكاة الفطرة على ليلة العيد؟ الجواب: طبعا كثير من الفقهاء يستشكلوا في التقديم في غير شهر رمضان، يعني لنفترض مثلا أن واحد يريد يطلع زكاة الفطرة من شهر شعبان، كثير من الفقهاء يستشكل إما فتوى أو احتياط. عموما أغلب الناس ما يطلعونها، أغلب الناس ما يطلعونها بشهر شعبان أو رجب، بشهر رمضان. يجوز إخراج زكاة الفطرة في شهر رمضان أو لا يجوز؟ كثير من الفقهاء يقول إذا أخرجتها بعنوان القرض ثم بعد ذلك وقت وجوبها تحسب ذلك القرض على أنه زكاة الفطرة، هذا لا إشكال في ذلك. مثلا أنا بنصف شهر رمضان أعطي الفقير دينار ونصف، ما يعادل 3 كيلوات مثلا، أعطيه بدل الرز، أقول له هذا المبلغ قرض عليك. لما يجي وقت وجوب زكاة الفطرة ليلة العيد أو قبل صلاة العيد، أنا أقول ذاك القرض الذي في ذمة ذلك الفقير أحسبه زكاة فطرة، فأخرجت زكاة الفطرة قدمتها في شهر رمضان أقرضت الفقير. لما اجي ليلة العيد او يأتي قبل صلاة العيد من الصباح يوم العيد، انا اقول هكذا ذاك القرض الذي في ذمة ذلك الفقير اعتبره انه زكاة فطرة. بهذه الطريقة لا بأس. او اذا كنت اريد ان اعين وكيلا، أقول له أنت هذا مال وأنت وكيلي، عندما يأتي وقت الوجوب أن تخرج زكاة الفطرة. عموما كل الكلام هذا خصوصا إذا إنسان بيسافر إلى بلد ليس هناك فيها فقير، يجوز أن يوكل شخصا. كل الكلام هل يجوز للإنسان أن يخرج زكاة الفطرة بعنوان زكاة الفطرة، ها مو بعنوان قرض، لا أنا أطلعها على أنها زكاة فطرة في شهر رمضان قبل ليلة العيد، يجوز أو لا يجوز؟ رأيان بين الفقهاء. بعض الفقهاء يقول يجوز كالسيدين الخوئي والسستاني وإن كان الأحوط بعنوان القرض كما قلنا. بعض الفقهاء يقول لا يجوز إخراجها في شهر رمضان قبل ليلة العيد على أنها زكاة فطرة غير جائز، كما يذهب إلى ذلك السيدين الإمام والخمنائي. إذن محل خلاف. نعم المتفق بين هؤلاء بعنوان القرض لا بأس به. طبعا يجب أن نفرق بين وقت الوجوب ووقت تسليم الزكاة إلى مستحقها. وقت الوجوب ذكرنا يبدأ من ليلة العيد، أما هل يجب أن أسلمها إلى صاحبها وهو الفقير مثلا المؤمن قبل زوال يوم العيد، أو يجوز أن أؤخرها؟ يذكر الفقهاء يجوز تأخير الدفع إذا كان هناك مرجح أو غرض عقلائي، كأن أبحث عن فقير مثلا، كأن أنتظر فقيرا، المهم إذا وجد غرض عقلائي جاز تأخير الدفع لا تأخير إخراج زكاة الفطرة. أنت خرج زكاة الفطرة في وقتها، اعزلها في ظرف، اعزلها لوحدها، لكن يجوز لك أن تؤخر تسليمها إلى الفقير إذا وجد هناك غرض عقلائي.
إذا عزل زكاة الفطرة، هذا دينار ونص، هالدينار ونص اللي بيدي زكاة فطرة عن شخص بدل رز تعينت، لا يجوز له أن يتصرف فيها بحال من الأحوال، بل لا يجوز حتى يبدلها. يعني افترض يريد مثلا خردة أو صرف، يقول خلني أصرف من هذه زكاة الفطرة، أصلا لا يجوز. نفس هذه الورقة التي أخرجتها على أنها زكاة فطرة لا يجوز التصرف بها بأي نحو من الأنحاء، لأن مالكها الفقير ولست مالكا لها، ولا يجوز التصرف في ملك الغير بدون إذنه. إذن حتى تبديلها ما يجوز. افترض مثلا عندي 5 دينار من فئة دينار، دينار 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 ودينار ودينار، أريد أحط 5 دينار واحدة وأخذ الخردة، ما يجوز، ما تبدلها بحال من الأحوال. كما يذكر بعض الفقهاء لا يجوز إشراكها مع مال آخر، تخليها بمحفظتك مثلا تصير مختلطة مع مال آخر، مشكل، لأنه في العزل يصعب على ذلك عزلها. السؤال اللي دائما يسأل، هل يجب تخميس زكاة الفطرة أو لا؟ الجواب، المهم أن المال الذي تخرج منه زكاة الفطرة ليس متعلق فيه خمس، هذا هو الضابط. إذا كان هذا المال لم يتعلق به خمس وحق شرعي يجوز لك إخراج زكاة الفطر، ما يجب عليك تخميسه. أما إذا كان هذا المال اللي راح أطلع منه زكاة الفطرة هو مال يحتاج إلى تخميس، هو مال يشترك في ملكه المعصوم عليه السلام، حق الإمام حق السادة، لا يجب أخمس هذا المال. أما إذا افترضنا أن هذا المال اللي الآن أنا جالس أطلعه من محفظتي، هذا المال ما به خمس أصلا، لم يتعلق به الخمس، لم يأتي عليه الحول، لم تأتي السنة الخمسية، هذا المال لا يجب تخميسه. إذا ليس كل مال يخرج منه زكاة الفطرة وجب إخراج خمسه أولا، لا، ما يجب دائما. إذا كان المال ليس متعلقا به الخمس فلا يجب تخميسه، خرج زكاة الفطرة من دون خمس. بقيت مسألتان. المسألة الأولى، افترضوا أنني أنا مو هاشمي، لست سيدا هاشمية، لكن عندي خادمة سيدة هاشمية. طبعا احنا نعرف أن فطرة الهاشمي يجوز إعطاؤها الهاشمي وغير الهاشمي، أما فطرة العامي غير الهاشمي لا يجوز إعطاؤها للهاشمي. الآن إذا افترضنا أنني أنا هاشمي وخادمتي غير هاشمية وأنا أعولها، زكاة فطرتها تعطى لهاشمي أو لا تعطى لهاشمي؟ والعكس أيضا، افترضوا أنني أنا عامي لست هاشمي، وهو كذلك أنا مو هاشمي، وعندي خادمة أعولها أو أحد أعوله هاشمي، هل يجوز إعطاء زكاتها غير الهاشمي؟ طبعا قلنا المدار على المعيل، على من يعطي زكاة الفطرة، على من وجبت عليه زكاة الفطرة، لا على من يعطى عنه. بما أنني أنا المعيل فالشاهد نقول، الضابط نقول، إذا كنت هاشميا جاز لي أن أعطي الزكاة لغير الهاشمي، وإذا لم أكن هاشميا لا يجوز إعطاء الزكاة الهاشمي وإن كنت أعول هاشميا. المسألة الثانية، إذن المدار على المعيل، يجوز إخراج زكاة الفطرة إلى خارج البلد أو لا؟
بإذن الحاكم الشرعي فقهاء يقولون يجوز، الكلام بدون إذن الحاكم الشرعي. إذا وجد المستحق داخل البلد يشكل إخراجها خارج البلد. أما في فرض أنه موجود مستحق في البلد جاز إخراجها. آخر شيء ونختم، أنا أكفل يتيم، يجب علي إخراج زكاة الفطرة عنه؟ الجواب قلنا إذا صدق أنك تعول ذلك اليتيم، يعني هو معتمد عليك في المأكل والمشرب والملبس، كفالته عليك، نعم يجب عليك أن تخرج زكاة الفطرة عنه. أما لا، كثير من المؤمنين شهريا يعطي 10 دينار، 100 ريال مثلا، 10,000 تومان مثلا، هذا لا يصدق عليه عنوان عيلولة، بعنوان هدية، بعنوان مساعدة، المهم هو العيلولة، هذا هو مدار الوجوب. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.